تفضل يا أخي محمد من بيشة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. الشيخ جزاك الله خير. عندي بنت عمرها 5 سنوات ونص، وما تقول دخلها الروضة، والروضة فيها بنات وأولاد، هل دخلها الروضة أم لا؟ طيب شكرا. لا يا أخي، هذا على حسب مصلحة البنت. إذا كان مصلحة البنت إدخالها في الروضة، والروضة طيبة وفيها ناس طيبون يربونها ويقومون بمصالحها، هذا أحسن لها من أن تضيع. نعم.